فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول لا إله إلا الله ويصلي ولكنه لا يؤدي الزكاة المفروضة، فهل هذا الرجل يقال بأنه مسلم؟ قد يكون منعها بخلا، يكون منعها بخلا لا جحودا، إنما يمنعها بخلا، هذا ينصح وتؤخذ منه ولو قهرا، تؤخذ منه ولو قهرا بيد ولي الأمر، ولا يحكم بكفره، لكن يقال بخيل هذا. نعم.